يبقى السيارات العادية بتشتغل بمحركات، تمام، الاحتراق الداخلي. طيب بتاكل وتشرب ايه؟ بتاكل وقود. طب ليه انا اصلا بحط لها وقود؟ عشان اخلص او احول الوقود ده جوه الموتور في البساتم بتاعة السيارة لطاقة حركية، وبيبدأ يحصل عندي حركة. يبقى ده فايدة الوقود، الحصول على طاقة حرارية. لازم الموتور او المكنة بتاعتي يدخل لها هواء يا شباب، لازم يدخل هواء. الهواء ده بيشتغل كمبرد، تمام، للموتور، وبيدخل جوه الموتور ان هو بيبقى بحصل على الاشتعال. يعني انت لو هنشرح ان شاء الله فكرة محركات الاحتراق الداخلي، وهنحط فيديوهات بتوري لك ازاي جوه البستم بيتم ضغط البنزين، تمام، او الديزل اللي هو الوقود داخل البستم، ويروح داخل عندك الشرارة الكهربية بعد ما يتضغط الهواء مع البنزين من خلال البواجي، وتبدأ تعمل عملية الاشتعال، وتبدأ تتحرك الأربع بساتم أو الست بساتم حسب، تمام، حسب السيارة بتاعتك اللي عندك. طيب يبقى أنا بدخل وقود عشان أغذي أو أحولها لطاقة حرارية، ويبدأ يشتغل الموتور. الحاجة التانية بشتغل أو باخد هواء، لأن هناخد مكونات السيارة العادية بالتفصيل. لازم في الكورس هنبدأ نشتغل على مكونات السيارة العادية بالتفصيل، ونشوف تم استبدالها بإيه الحاجات دي في السيارة الكهربية. يبقى الهواء بيستخدم ايه يا شباب؟ بيستخدم كمبرد، تمام. الحالة التانية ان انا بستخدمه في الخليط اللي بيبقى جوه الموتور، تمام، بخلط هواء مع البنزين، وبعد كده بدخل بالشرارة من خلال البواجي، فبيحصل الاشتعال، الاجنيشن ده. طيب في عندي المكون اللي بستخدمه في السيارات العادية اللي هو الزيت. الزيت بصفة عامة موجود في أي حاجة بعملها تزييت عشان تقلل التآكل في الأجزاء المتحركة، يعني أي حاجة فيها حركة بيحصل بينها احتكاك، الاحتكاك ده بيسبب تآكل. أنا بحط بقى كل الحتت اللي بيحصل فيها حركة دي جوه زيت. ليه؟ عشان أقلل التآكل في الأجزاء المتحركة. طيب تاني حاجة، الزيت لما أحطه في الطبقات دي بيعمل لي عملية تقليل للصوت، يعني حتى لو في حركة الصوت بيقل بإن أنا حطيت الأجزاء دي كلها داخل الزيت. ثانياً أو ثالثاً، الزيت بيستخدم كمبرد للحرارة، تقليل درجة الحرارة، الحاجة لما تكون موجودة في الزيت بتبقى درجة حرارتها أبرد. ورابعاً، الزيت مانع للتسريب بين البستم اللي هو المكبس وغرف الاحتراق، هنشوف لها فيديو، المكبس، تمام، وغرف الاحتراق بيتحط جواها زيت عشان تعمل عملية منع للتسريب. طبعا بستخدمه كمنظف لازاله الاوساخ والكلام ده، اي في انواع من الزيوت بستخدمها في حملات التنظيف، وهو طبعا بيقلل من عمليه الاحتكاك، ولو قلل الاحتكاك بالتالي بتزيد كفاءه الموتور او المحرك. تمام. بعد كده في عندي داخل السياره الميه، الميه دي بستخدمها كمبرد للتحكم في درجه حراره من السياره في الراديتور، الراديتير. يبقى انا دلوقتي السياره الكهربائيه، السياره العاديه عفوا، اللي هي المحرك اللي بيستخدمه في السيارات العادية بتاعت البنزين، ايه العناصر اللي انا بستخدمها؟ بستخدم الوقود عشان اغذي الموتور بالوقود ويبدأ يتحرك. يتحرك ازاي؟ عن طريق تحويل كمية البنزين ده الى طاقة حركية، وبعد كده بحولها لطاقة حرارية. طيب بعد كده في عندي هواء، الهواء بيشتغل كمبرد وبستخدمه جوه الموتور في عملية الاشتعال. لما انا اضغط البساتم اللي جوه الموتور تضغط فيها البنزين من خلال الرشاشات او الانجكتورز، هنشوف صور تفصيليه للكلام ده مع الهواء، تمام، وبعد كده اروح داخل بالشراره بتاعت البواجي ويبدا يتحرك الموتور. بعد كده بدا اتكلم عن الزيت، والزيت بيعمل عمليه تقليل للتاكل لانه بيقلل عمليه الاحتكاك وبيقلل الحراره وبيقلل التسريب لو حصل تسريب، وبستخدمه في عمليات التنظيف المختلفه. بعد كده المكون الرابع وده مهم جدا، الميه. انا ببرد جوه الموتور الكهربي، جوه الموتور العادي، تمام، اللي هو الموتور البنزين او الديزل، لازم ابرد لان الموتور ده جوه طالع نازل البساتم وفي درجه حراره، فلو ما بردش الموتور ده بيسخن ويفصل، فلازم يبقى فيه دوره الميه بيسموها، وهنا دوره الزيت، وهنا دوره الوقود. حتى الهواء برضو ليه دوره هواء، هنشرح الكلام ده على السيارات العاديه بالتفصيل. بعد كده الشراره الكهربيه اللي هي اللي احنا هو بنقول عليها بتتم من خلال البواجي، ان هنا بعمل البوجيه او البواجي بيعمل هو عمليه الاشتعال بين الوقود والهواء، يعني بيدخل جوه البستم وقود وهواء، هنشوف فيديو دلوقتي، تمام، على الوقود.
لما بترش من خلال الانجكتورز او الرشاشات داخل الحجره بتاعه الموتور، ويكون مضغوط الوقود اللي هو البنزين او الديزل ويدخل معاه هواء، فبيحصل عمليه ضغط عاليه جدا. اول ما بتدخل السبارك او الشراره الكهربيه دي بتعمل عمليه الاشتعال، ويبدا يطلع البيستم لفوق ويبدا يتحرك عمود الكرانك، وتبدا ايه العجله بتاعت الموتور اللي انا رابط بيها العجلات بتاعت السياره تبدا تتحرك، وبالتالي هتبدا تجر او تدفع السياره الكهربائيه. في السيارات بتبقى يا اما دافع رباعي او دافع خلفي او جر امامي، تمام؟ هنشوف الفكره بتاعت السيارات المختلفه. المهم ان انت بدات تعرف السياره العاديه، وده مهم جدا يا شباب عندي، عناصر تشغيل محركات السياره العاديه اللي هي البنزين او الوقود، تمام، او الديزل. في عندي الوقود لازم يدخل لها هواء، لازم يكون فيها زيت، لازم يكون فيها ميه، لازم يكون فيها البواجي اللي بتعمل الشراره الكهربائيه. عشان انا عشان ادرس سيارات كهربائيه صح لازم ادرس السياره القديمه، لان في مكونات كتير موجوده، تمام، من السيارات القديمه لازم ابقى فاهمها، وبالتالي حتى لو انا استبدلت مكون الموتور القديم بالموتور الكهربي ابقى شايف الفرق. ده حجمه كان ضخم الموتور العادي، اما الموتور الكهربي حجمه اصغر. هنا كان بيتبرد بكميه ميه وراديتير كبيره، لا التبريد هنا ممكن يبقى بالهواء ومفيش ميه خالص. طب هنا في زيت، ممكن هنا يكون في السيارات الكهربائيه حاجات بيتغير لها زيت، بس حاجات خفيفه عشان موضوع ان هي بس تقلل عمليه الاحتكاك او التبريد. طيب دي المكونات. مجموعه البنزين طيب بتبقى عباره عن ايه؟ مش احنا بنتكلم دلوقتي احنا هنقسم السياره لمجموعات. يعني انا هقول لك والله عشان تبدا تفهم السيارات الكهربائيه، العربيات الكهرباء، لازم تفهم بطاريات، لازم تفهم شواحن، لازم تفهم مواتير كهرباء. طب السياره العاديه هقسمها برضو لدوائر، زي دوائر الهواء زي ما قلنا، او مجموعه الهواء، تمام، مجموعه الميه، مجموعه البنزين او الديزل، مجموعه الزيت. فانا بقسم الى مجموعات. فهنا بيتكلم على مجموعه البنزين. مجموعه البنزين دي عباره عن ايه؟ اول حاجه خزان البنزين، التانك ده بيبقى موجود في اخر السياره. معظم الناس بتحط الخزان بتاع البنزين ده بيكون موجود في طرف السياره بعيد عن المحرك، تمام؟ ليه؟ عشان احمي المحرك من التعرض للحريق لو حصل اي نوع من الحريق. دايما تلاقي السياره المحرك او الموتور موجود في وش السياره من قدام، وتلاقي تمام التانك بتاع السياره موجود ورا. طبعا كل سياره حسب بقى سعه الوقود اللي بتستحملها حسب كل سياره، هنبدا نحكي فيه. طيب الوقود اللي موجود ورا في السياره ده عايزين ننقله للموتور، هننقله ازاي؟ لازم يكون في مضخه يا اخوانا، لازم يكون في مضخه، ودي بيحصل فيها اعطال كتير جدا في السيارات. تيجي تدعس البنزين اصلا مش طالع من الخزان رايح للموتور، فانت لازم تشوف مضخه البنزين او طرمبه البنزين. يبقى يسحب البنزين من الخزان، تمام، ويدفعه الى المغذي او يدفعه الى الموتور. طيب مين المغذي بقى اللي بيتكلم عنه؟ يقوم بتحضير خليط، خلي بالك، من الهواء وبخار البنزين بالنسب المطلوبه. ده بقى اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل. انا عشان ادخل جوه الاربع بساتم بتوع الموتور، البستم الواحد عباره عن اسطوانه. الاسطوانه دي بيبقى جواها، تمام، زي ما قلنا رشاشات، اربع رشاشات، كل رشاش رايح على سلندر. الرشاشات دي بتسحب البنزين او المضخه بتضخ البنزين بيدخل على المغذي. المغذي ده اللي هو الانجكتور بيسموه في السيارات العاديه. شفت انت الطرف اللي بيطلع، تمام، على من الحته المستطيله دي يروح طالع اربع اطراف داخلين على الاربع بساتم بتوع السياره بتاعتك. فده بيسموه المغذي، هو اللي بيعمل عمليه خليط بين البنزين. طبعا البنزين ده بيبقى مضغوط فبيطلع على هيئه بخار بنزين، مضغوط بيترش، بيسموه انجكتور، بيتحقن، تمام، وبالتالي هيروح هو يدفع الخليط ده عشان يدخل، ويدخل معاه هواء، وبعدين يدخل معاه المين، الشراره الكهربائيه من البواجي. يبقى مين بقى اللي بيعمل عمليه تحضير للبنزين ويخليه على هيئه بنزين مضغوط ويخليه بخار بنزين بنسب معينه؟ حاجه بيسموها المغذي، تمام، ويروح داخل على مجمع الشحن في السياره اللي هي الجزئيه الخاصه، بيسموها مجمع الشحن، ده اللي هو الكربراتير. طبعا الكربراتير ده هيستقبل خليط الهواء والبنزين. احنا قلنا عشان تحصل عمليه الاحتراق والاسطوانات جوه بتاعه المحرك تبدا تشتغل لازم يحصل خلط بين حاجتين مهمين، البنزين والهواء. وبعدين البنزين والهواء لما يتخلطوا ويبقوا مضغوطين بضغط كبير
جوه البيستم تروح داخله الشراره الكهربيه، تمام؟ تعمل ايه بقى؟ الشراره الكهربيه تروح عامله شراره، يروح البنزين المضغوط ده يطلع لفوق كده ويخلي البيستم يتحرك لاعلى، ويبدا البيستم او اتنين من البساتم، واحد اتنين تلاته اربعه، واحد اتنين وواحد وتلاته يتحرك لتحت، واتنين واربعه يتحرك لفوق، تبدا اللفات بتاعه الموتور. هنشرح زي ما قلنا ونشوف فيديوهات تفصيليه عن الموضوع. بعدين في مرشح اللي هو الفلتر بتاع الهواء يا اخوانا، ده عباره عن علبه اسطوانيه مفرغه يقوم بترشيح الهواء قبل دخوله الى المغذي. دايما انت لو شفت في اي سياره الوش بتاع السياره كده، تمام، هتلاقي في اماكن مفتوحه عشان يدخل منها الهواء، وبعد كده تدخل على فلتر الهواء، عشان الهواء ده هيدخل على الموتور، يدخل جوه الموتور، هيدخل خليط من الهواء وخليط من البنزين داخل المكبس عشان يبدا يعمل لي حركه الموتور العادي. ده كان